السلام عليكم صغيرتي، وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. تفضلي. كيف قضيتي العطلة؟ بخير والحمد لله، قضيتها رائع. جيد، ما اسمك؟ اسمي رميساء العلاوي. جيد، تشرفت بمعرفتك. وأنا أيضا يا أستاذتي. جيد، بأي مستوى تدرسين؟ أدرس بالقسم الرابع ابتدائي. جيد، أحسنت. إذا اليوم لدينا لعبة تضم مجموعة من الأنشطة تخص مادة الرياضيات، اللغة العربية واللغة الفرنسية. بماذا تريدين أن نبدأ؟ أريد البدء باللغة الفرنسية. حسناً، جيد. ننتبه الآن. Maintenant, tu vas lire les mots suivants. Vas-y. Champ, aimé, campagne, demain, poussette, ceinture, boire, courageux. Très bien, Roumaïssa. Maintenant, tu vas lire les phrases suivantes. Vas-y. Les enfants partant en vacances avec leur famille. Cet hôpital emploie des technologies évolutionnaires. Très bien, Roumaïssa. Ahsanti. جيد، أحسنت رميساء. إذا الآن تبقى لدينا الأنشطة الخاصة باللغة العربية وبالرياضيات، بماذا تريدين أن تبدأي؟ أريد البدء باللغة العربية. جيد، أحسنت. إذا الآن حاولي قراءة هذه الفقرة بدقة وطلاقة. السماء غائمة هذا الصباح. ابتدى أحمد معطفه الأزرق وانطلق إلى المدرسة مبتهجا. يحب أحمد اللعب مع رفاقه تحت المطر. عندما تبدأ القطرات بالتساقط يشعر الأطفال بالغناء. جيد، أحسنت. إذا الآن سنمر إلى قراءة القصة، وعليك قراءتها بدقة وطلاقة. رافقت سلمى جدها لأول مرة للصيد. أخبر الجد حفيدته بأن عليها التحلى بالصبر. ما أن وصل القارب إلى منتصف البركة حتى ألقت سلمى سنارتها في الماء. ذكرها جدها بأن عليها تعليق الطعام أولا. سحبت سلمى خيط الصنارة وثبتت الطعام على الخطاف، ثم لوحت به إلى المياه. مرت بضع دقائق، تنهدت سلمى محبطة بينما كان جدها يراقبها في صمت. فجأة أشار إلى السماء قائلا: يا لهذا الصياد الماهر. شاهدت سلمى طائرا ينقض كالسهم تحت المياه لانتزاع صيده. صرحت سلمى وهي تتأمل تحليقه في السماء الصافية. ناداها جدها: سلمى، صنارتك تنحني. ابتسمت سلمى وهي تسحب صيدها بصبر. جيد، أحسنت رميساء. إذا الآن تبقى لنا الأنشطة الخاصة بالرياضيات. حسن. جيد. إذا الآن خذي هذه الورقة وحاولي إنجاز هاتين العمليتين. يلا تفضلي. جيد، أحسنت رميساء. إذا الآن سوف نمر إلى إنجاز عمليتين
أخرتين، يلا تفضلي. أنجزي العملية الأولى. جيد، أحسنتي. الآن العملية الثانية، تفضلي. إذا الآن حاولي مرة أخرى، حاولي إنجاز هذه العملية للمرة الثانية بسرعة. جيد رميسة، أحسنتي. إذا الآن أنهينا، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.